تشاهدون في هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة بين بيانين. الرياض عاصمة العرب ولكل العرب. الدب الروسي يتمدد. النصب بشكله النظامي. كما تشاهدون في جولتنا الأسبوعية وماذا بعد يا وزارة العمل. الطلبة يصممون شعارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادتي دعوني أرحب بضيوف الكرام، الدكتور محمد العبد اللطيف الأكاديمي والكاتب جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. مساك الله. ومعنا أيضا الشيخ بدر العامر الكاتب في جريدة الوطن، مساك الله بالخير. حياك الله. معنا أيضا الأستاذ عبد الله الناصر العتيبي الكاتب في جريدة الحياة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. وأخيرا معنا الناشط والكاتب المعروف عقل الباهي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. إلى موضوعنا الأول. أقل من 24 ساعة مرت على بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنتقد فيه الاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب، ليخرج بيان آخر ينفي ما تضمنه البيان الأول ويؤكد دعم مصر في كافة المجالات. المشهد بدأ ببث داعش لمقطع مرئي لإعدام 21 مصريا ذبحا، فردت مصر بغارات جوية على مواقع لداعش تحفظت عليها قطر في اجتماع مجلس الجامعة العربية، ليرد المندوب المصري على التحفظ القطري بأنه موقفا داعما للإرهاب، ما استدعى الدوحة لاستدعاء سفيرها في مصر للتشاور. الناس يا أستاذ عبد الله ما وصلوا إلى يعني حالة من الجزم، عندهم حالة من التشكك بعض الناس، يعني أنت تميل إلى أي من البيانين أو أنه يعني أحدهما استكمال للآخر، ما رأيك؟ أنا والله أعتقد أن البيانين فعلا كلهم صدروا يعني، لكن حصل في 7 ساعات أو 8 ساعات اللي كانت بين البيانين مشاورات عديدة بحيث خرج البيان الثاني. البيان الأول ذكر فيه كلمة أنه الأمين مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في تصريح لم يذكر مكان للتصريح ولا يذكر زمان للتصريح، وذكر فقط الإدانة المعروفة التي سمع بها الجميع. ثم جاء التصريح الثاني اللي هو في النفي، اللي هو النفي، لكن هو الحقيقة لم ينفي ما كان في التصريح الأول، هو فقط لم ينفي مثلا أنه حكاية أنه مجلس التعاون ضد كلام المندوب المصري لقطر، هو تكلم بكلام عام أن المجموعة الخليجية هي مع مصر، وأنا أعتقد أن في هذا كان في محاولة إرضاء نوعا ما لقطر، لأنه لم ينفي الإدانة فكان في محاولة إرضاء قطر. أيضا تكلم التصريح الثاني عن أن دول الخليج مع الإجراءات كافة التي تتخذها مصر في محاربة الإرهاب، وكان في هذا إرضاء لمصر. صحيح. فكان ماسك العصا من المنتصف. التصريح الثاني يعني فيه أيضا مسألة مهمة، أنه قطر نعرف أنها تحفظت على ضرب مصر لمواقع معينة في ليبيا، بينما كان التصريح الثاني أنه دول الخليج كافة مع الإجراءات التي اتخذتها مصر في حماية أمنها وكذا وبشكل عام يعني. ممتاز. خلينا نشوف الأستاذ عقل، أنت يعني أيضا هل عندك تفسير معين لتضارب البيانين أو أنه أنت مع عبد الله فيما يقول؟ يعني بالتأكيد أستاذ عبد الله قال شيء يعني مهم، لكن يعني مجلس التعاون أنا أعتقد البيان الأول، وأنا مع أستاذ عبد الله في مسألة أن البيانين كلهم صدروا، أي محاولة للقول بأنه هذا ما صدر وهذا كلام ما مو بسياسي يعني. بس أنا شفت يعني نص البيان الأول ما يوحي يعني بأنه بيان فقط كان بالإمكان يعني يصاغ البيان حتى لو هو لخدمة يعني الدفاع عن قطر على الأقل، كان ممكن صياغته بشكل أكثر لطفا، أكثر يعني هدوء يعني أي. وإظهار
يعني الموقف الخليجي بأنهم مع قطر، لكن أيضا يتمنون لمصر أن تكون أكثر عقلانية في إثارة بعض القضايا في العراق وغيرها، لكن كان صادم. أنت ترى أنه يعني أنت تتفق مع فحوى البيان لكنك تختلف مع الصياغة. نعم إيه، لكن أنا أعتقد أنه كون البيان صادم أنا أعتقد أنه مش يعني بريء. ما فيه أي واحد يقرأ البيان يقرأ التفاصيل كيف يصدر هذا؟ إحنا يعني من أيام حياة المرحوم الملك عبد الله بذلت السعودية وبذلت دول الخليج لمعالجة القضية المصرية القطرية. طيب يجي بيان بهالحدة ليش؟ أوكي صار خلاف في الجامعة العربية، قطر اتخذت موقف سحبت سفير، أوكي من حقها يعني. بس كمان أنا ما أعرف، بس أعتقد أنهم أنها رسالة يعني كان المقصود فيها أنه الخليج ليس سلة جاهزة لكل الناس. طيب أنت وإيش تعليقك يا دكتور محمد؟ يعني تعرف أنت أيضا مثلا كمثال الأردن انتقمت أيضا يعني قامت بهجمات انتصارا للكساسبة، ما حصل هذا الضجيج؟ هي القصة ليست في البيان، القصة هي في كلمات البيان كيف انتقيت. لأنه حقيقة أن تتهم قطر بالإرهاب هذه تهمة قوية جدا، كان يجب أن الرد عادة دبلوماسيا يكون بنفس القوة يعني. ولذلك تحفظت طبعا. يمكن هذا رد الزياني على عبد اللطيف الزياني أراد أن يرضي قطر، لأنه قطر في نهاية الأمر من منظومة الدول الخليجية وموقفها والمماحكات اللي بين مصر وبين قطر من بسبب قناة الجزيرة والأشياء اللي تنشرها معروفة يعني. ولكن في نفس الوقت صدر قرار آخر يؤكد على التزام الخليج بأمن مصر ووقوفه مع مصر. ولكن حتى فيما يتعلق بما فعلته الأردن عندما أحرق الكساسبة، حتى كثير من الأردنيين يعني أرادوا أو حبوا أن يفرقوا بين أنك أنت ترد وأن تنتقم. عندما تنتقم من أناس عزل، للأسف بعض الغارات هذه يخشى أنها تصيب ناس ليس لهم ذنب في هالموضوع. يمكن هذا طيب هذا هو سبب احتجاج قطر. قد تكون قطر. طيب كيف كان يمكن أن تتصرف دولة مثل الأردن أو دولة مثل مصر؟ أنت كيف تفرق بين الانتقام؟ حقيقة يعني التعامل مع هالعصابات المجرمة هذه مثل داعش والأشياء اللي ترتكبها عمل جدا معقد. يعني كل أعتقد أن أكبر شيء كان ممكن تفعله الأردن أو حتى قطر أنها تزيد أو مصر عفوا أنها تزيد من جهودها في مشاركتها في محاربة داعش. ولكن أنك تقصف مناطق بدون ما تعرف من فيها، أنت قد يكون هذا يعني يكون خلاف الأهداف اللي توخاها أنت، قد يثير ناس آخرين ضدك يعني. فربما هذا ما قصدته قطر، وأنا أتمنى أنه يعني العلاقات يعني أنا أعتقد يا دكتور أنه دولة مثل الأردن أو حتى مصر لما تسوي كذا تعيد شيء من الاحترام لها يعني وشيء من رد الاعتبار والكرامة، وأيضا ترضي القاعدة الشعبية من الناس. بس خلينا نشوف يروح الوقت بشوف الشيخ بدر إيش تعليقك على ما أنا أعتقد البيانين هما دلالة على أن فيه مشكلة أصلية عميقة في موضوع الأحداث. عندنا اتجاهين، اتجاه مع الحركة الثورية اللي حصل في العالم العربي من 2011 ويدعم كل الخيارات هذه، وفيه حراك آخر ضد الحراك الثوري في هذه القضية. فقطر اختارت أن تكون مع هذه الحراك، بل تتبناه أحيانا في أشياء كثيرة. إذا لم تحل هذه القضية من جذورها في مجلس التعاون الخليجي أو في التوافق بين الدول العربية، أنا أعتقد أن هالمشاكل ستستمر ولن تتوقف. ولذلك نجد الآن من التشاورات والزيارات والتطمينات والقرارات التي ظهرت في قضية محاولة الإصلاح سواء بين دول الخليج وبين قطر أو بين دول الخليج وقطر ومصر وغيرها، التصريحات شيء، واقع الحال شيء آخر. صحيح. يختلف. فهذه قضية يعني لا تحل بالدبلوماسية اللفظية، إنما تحل يعني حلها من جذورها. صحيح. ولا يمكن
إلا أن تتنازل يعني هذه الرؤية الأكثر في دول الخليج لقطر أو تتنازل قطر لدول الخليج. أما أن تستمر في هذه الحالة فنتوقع أن هناك مزيد من المشاكل ستستمر ولن يتوقف هذا الأمر. وهذه البيانين هي دليل على الربكة الداخلية داخل مجلس التعاون الخليجي وداخل يعني العالم العربي عموما في يعني استشراف هذا الحراك والنظر إليه في 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 المنطقة. وهذا هو اللي جعل يعني البيانين يحاول يعني مثل ما ذكروا الإخوان أنه يحاولون أن يخرجون يعني أدنى صورة توافقية في قضية أننا مع مصر في خياراتها في حماية أمنها، ومع ذلك لم يعرجوا على قضية مصر في قضية اتهامها لقطر بدعم الإرهاب. فكأنها محاولة توافقية أكثر منها يعني محاولة لبيان الرأي الرسمي الصحيح أو الصريح في هذه الأحداث. ممتاز. يعني هو الشيخ بدر يريد أن يقول لقطر أن لا تغرد خارج السرب أو أن يكون هناك رؤية موحدة بدول الخليج. موضوعنا التالي. مشهدا لم يعد غريبا، حراكا سياسيا رفيع المستوى تشهده الرياض يشمل قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 48 ساعة فقط تفصل بين زيارة أمير الكويت ثم زيارة ولي عهد أبوظبي وأخيرا أمير دولة قطر، وسبق ذلك زيارة ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى الدوحة. ترى ما الذي تحمله تلك الزيارات؟ نعم، إيش اللي يعني تحمله هذه الزيارات؟ ولماذا هذه الزيارات؟ هل هي للملمة ما حدث مثلا بين يعني دول الخليج ومصر؟ يمكن المنجمين أفضل مني. أي؟ ما في لا بيانات تصدر. أنا عارف إنه ما في بيانات، يفترض أنها يعني يمكن يعني، لكن ماذا تتوقع الحين الصحفيين الكبار في المملكة أو في قطر ما يكتبون عنها؟ يعني الصحفيين اللي المفروض في كل بلاد العالم يعطون يعني بريفنج على الأقل، يعطون شيء معلومات، ما في مع الأسف معلومات الآن. يعني شكرا لمن جاء وشكرا لمن استقبل وشكرا، لكن حقيقة نحن مصدر معلوماتنا التلفزيونات الرسمية. ما في يعني بالتأكيد هذه الزيارات هي لشيء، لكن ما هو طيب هذا الشيء فيه قضية مصر نبغاك والعالم. نبغاك تشتغل منجم، عندك طيب رؤية معينة لما حدث هذه يعني الزيارات؟ يعني إيش هي؟ أنا إذا سألتني كمنجم ربما المملكة العربية السعودية ربما عندها خيارات جديدة للمستقبل، وربما هذا هو ما يطرح الآن. يعني المملكة الآن يعني جاء جيل من بقيادة الملك سلمان، لكنه يعني مجموعة سياسية جديدة، ربما يعني لدى المملكة خيارات تطلع الأخوان في مجلس التعاون تستشيرهم وتستعين برسم سياسة جديدة لمجلس التعاون في المستقبل. هذه قراءة منجم بدون معلومات. طيب خلينا نشوف الدكتور محمد، احنا ما نبغى زيادة منجمين، لكن هل ترى ان هذه الملتقيات التي تمت في عاصمة العرب الرياض هل هي لها علاقة مثلا بما باحداث اليمن، او لها علاقة بما حدث في مصر، او بشكل عام مثل ما قال عقل اختلاف في التوجهات وفي اسلوب الجديد للقيادة الجديدة في المملكة؟ طبعا في غياب تصريحات رسمية وتوضيح يبقى مثل ما تفضل الأخ عقل هو طرح الرأي والتنجيم. يعني هناك احتمالية، عندنا شيخ فما يجوز هذا، ما يجوز هذا التنجيم، يعني فرض احتمالات. هناك احتمالين، اما ان تكون الزيارات المختلفة هذه مرتبطة ببعضها يعني تدور حول موضوع واحد، او تكون حول مواضيع مختلفة. مثلا يعني هناك توجه واضح لمحاولة إعادة قطر إلى المواقف الخليجية المعتادة، وأمير قطر سوف يغادر إلى تركيا في زيارة رسمية، قد يكون هناك تنسيق قبل أن يذهب. هناك أيضا ما يحصل في اليمن وتسارع الأحداث في اليمن. طبعا هناك ايضا في الكويت ظهرت ايضا بعض الضغوط من ايران وكذا، خاصه عندما يعني تبدا لو تغيرت الكفه في العراق لاي جانب الكويت في كل الحالتين متضرره، يعني سواء كذا ولا كذا. فلذلك انا اعتقد انه محاوله لتنسيق المواقف، على الاقل محاوله ايضا لجس النبض بان المواقف
ستستمر كما هي كانت عليها. طبعا معروف أن المملكة العربية السعودية هي مركز الثقل الآن ليس لمجلس التعاون الخليجي ولكن للمنطقة كلها يعني. وأيضا يعني هو تأكيد على أن سياسات المملكة فيما يتعلق بالمحيط وهذا أنها ثابتة قد يكون يعد شيء مثلا للتحوط من ما قد يحصل في اليمن يعني. طيب خلينا نشوف الشيخ بدر، يعني بالفعل هو حضور سياسي لافت في يعني في الرياض ووفود عديدة من القادة الكبار، هذا كيف تقرأ هذا؟ عموما أنا أتوقع أن المملكة العربية السعودية في هذا في هذه اللحظة بالذات التاريخية يعني تمر بحالة قوة سياسيا واقتصاديا في العالم عموما وفي المنطقة على وجه التحديد، وهناك فرق سياسي في المنطقة حقيقة يعني. دول كبرى الآن إما أنها انتهت أو دخلت في حالة من يعني العراق وسوريا مصر، فالسعودية الآن هي المعول عليه داخل المنطقة في أن يكون لها إسهام في ترتيب الأوضاع في كل حال. لكن السعودية لا يمكن أن تكون هناك تأثير إقليمي لها إلا أن ترتب أوضاعها الداخلية الخليجية، بما أن هناك أزمات داخل الخليج فلا يمكن أن السعودية تستطيع أن تكون هناك تأثير خارجي. صحيح. فهذا الحراك أنا أظن أنه محاولة لترتيب الأوضاع الداخلية أولا، وخاصة أن هناك وضع اليمن الآن مقلق بالنسبة لدول الخليج، وهناك تداعيات كثيرة يعني إما للتدخل العسكري كما أشيع أو للتأثير السياسي الذي يعني يجبر اليمنيين على نوع من التصالح وترتيب الأوضاع الداخلية عندهم. سياسة السعودية حقيقة كانت يعني تراوح بين يعني الترتيبات الدبلوماسية بالخفاء وبين إعلان المواقف الظاهرة القوية. أظن أن الآن ستعود السياسة السعودية إلى نوع من الهدوء الداخلي ومحاولة يعني التوفيق بين المتصارعين أكثر لمحاولة الترتيب الأوضاع في المنطقة، ومن ثم التأثير على الخارج. يعني الآن أمامنا عندنا الملف العراقي يحتاج إلى التفات كبير ولو تأثير، الملف السوري كذلك، الملف الليبي، الملف المصري، الملف اليمني، فهي ملفات إذا لم تتوافق دول الخليج على نظرة موحدة وتعاون في الدعم السياسي في الدعم الاقتصادي في الرؤية الموحدة حول هذه الأحداث، أنا أتوقع أنها ستخلق مزيد من المشكلات سواء على السعودية أو على دول الخليج في هذه الحالة. لكن تظل أن هناك إشارة على أن الأنظار تتوجه إلى المملكة العربية السعودية ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم كله في التأثير السياسي وترتيب الأوضاع المستقبلية. رأيك أستاذ عبد الله؟ وبعدين قال ترى دكتور محمد قال نقطة ما أعرف إيش رأيك فيها، أنه هناك أيضا ترتيب أو محاولة لعقد بعض اللقاءات يمكن فيما بعد أو ذا مع تركيا، هل أنت مع هذا التوجه اللي هو قاعد ينتشر فيه تحليلات كثير يعني من الكتاب والنقاد السياسيين يعني قاعد يقرأون المشهد بشكل مغاير؟ الحقيقة أنا ما شفت أي إشارة لتبين أو توجه سعودي نحو ترميم العلاقة من جديد مع تركيا بحيث يكون هناك توجه سعودي جديد على خلاف عهد الملك عبد الله الله يرحمه مثلا. الاجتماعات اللي صارت في الرياض قبل أيام ما كانت في مكان وزمان واحد، وهذا غريب أيضا أنه كل قائد جاء على حدة يعني كان بإمكانه مثلا أنه يكون في اجتماع موحد لهؤلاء القادة الأربعة مثلا على سبيل المثال. نعم. لكن أنا يبدو لي الحقيقة تفرد هاللقاءات هذه أو ابتدادها على فترة زمنية معينة أن هناك مشروعا سعوديا أو ورقة سعودية، السعودية هي المشترك مع الدول الأربعة هذه. يعني السعودية في ورقة معينة مطروحة، السعودية مشتركة مع الإمارات، مشتركة مع الكويت، غابة عمان دائما، ومشتركة وكذلك البحرين غابت هذه المرة أيضا، ومشتركة مع قطر كذلك يعني في هالمسألة هذه. لا ندري أيضا هل هذه الزيارات جاءت بدعوة سعودية أم حكام الخليج وقادة الخليج هم الذين بادروا وسعوا إلى لقاء الملك سلمان. القضايا الإقليمية تلزم اجتماع يومي ما بين قادة دول المنطقة، ما فيها شك يعني. صحيح. هذه مسألة كبيرة ما يحدث في اليمن الآن والأحداث المتسارعة والمتلاحقة هناك في اليمن تستلزم اجتماعات على مدار الساعة لدول الخليج أيضا. لكن بالنسبة للقاءات هذه مثل ما تفضلوا الأخوان، يعني إحنا ما نقدر نقول عادة إيش اللي بالضبط خرج من هذه اللقاءات قبل أن نسمع مؤتمر صحفي يعقد وزير الخارجية السعودي مثلا في مقابل وزير الخارجية القطري، في مقابل وزير الخارجية الكويتي أو وزير الخارجية الإماراتي، ويحكم مثل باقي دول العالم يعني. صحيح. تكون هناك أسئلة ومؤتمرات صحفية من هالقبيل يعني. صحيح صحيح. نعم. بس في ورقة دول الخليج قوية جدا لإعادة
ما لم يعني يجري الحديث لا يعني قصدك ورقة يمكن استخدامها. نعم لا يجري الحديث مع الأسف عن إعادة الهيكلة السياسية في دول الخليج. يعني ربط الشعوب الخليجية بالنظام السياسي عبر مجالس برلمانات عبر أي نهج للتقدم ما في إشارة لهذا، وهذا يضعف الموقف الخليجي بدون شك. طيب فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد إلى موضعنا التالي. ظهور مفاجئ للدب الروسي في القضية اليمنية، فيتو على اقتراح إدانة دولية في مجلس الأمن اقترحته دول مجلس التعاون، سفينة روسية محملة بالأسلحة للحوثيين، أنباء عن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره المصري الضغط على دول الخليج لتغيير موقفهم من الانقلاب في اليمن. الخلاصة أن روسيا تنضم لإيران ليشكل حلفا مع الحوثيين في خاصرة المملكة والمنطقة برمتها. الشيخ بدر ايش رايك؟ يعني كانه الى حد ما ظهور مفاجئ للروسيين. انا اتوقع انه ما هو مفاجئ. الروس متسقين دائما في مواقفهم السياسية فيما يتعلق منطقة مع إيران. صحيح، حيثما كانت إيران ستجد الروس خلفها ويدعمونها سياسيا واقتصاديا في هذا الباب. طبعا لأن خلاص هذا الحلف واضح، يعني روسيا مع إيران مع سوريا يشكلون حلفا ظاهريا في مقابل الحلف ضد خيارات الخليج وضد خيارات أمريكا وغير ذلك. وروسيا حقيقة مع أنه ما يحدث يا بدر صراحة أيضا في سوريا يشعرك كما لو أن هناك أيضا حلف خفي بين الولايات المتحدة وروسيا. بالعموم في كل منطقة هناك ترتيبات مصالح تختلف. يعني ترتيبات مصالح في سوريا تختلف عن ترتيبات مصالح في اليمن. في اليمن في القضية يعني أحيانا في اليمن يبرز الدور الروسي أو يبرز الدور الإيراني أكثر من الدور الأمريكي في هذه القضية. لكن روسيا عموما في كل قراءة الأحداث هي تحاول أن تحافظ على موقع في شرق، لأن تجد هي تقرأ أن ما جرى في المنطقة عموما هو كنس لدور روسيا في الشرق كله هذا، ابتداء من إخراجها من معادلة ليبيا إلى مصر إلى سوريا. ولذلك هي تتشبث الآن بأي منطقة تستطيع أن تدق فيها مسامير تبقيها داخل المنطقة. وهذا يشكل يدل على أن هناك ليست قضية يعني صراع في منطقة يعني الخليج، وإنما هي صراع عالمي. يعني قوى دولية تشكل الشرق والغرب لها مصالح أولية وجذرية في منطقة الشرق الأوسط، كل يحاول أن يدعم التيار الذي يعطيه أكثر من المصالح هذه. فروسيا متفقة مع إيران في أن هناك ضغط على الخيارات التي تتعلق بسوريا. إقلاق دول الخليج في من خلال اليمن هو ضغط جديد يتعلق في قضيتين. القضية الأولى فيما يتعلق في مسألة النفط، وضغط على دول الخليج في تخفيض الإنتاج حتى يرتفع النفط، وهو الأمر الذي تمانع فيه دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية. الأمر الثاني الضغط على المملكة العربية السعودية من خاصرتها الجنوبية حتى يكون هناك أقل حدة في المواقف السياسية، ما يتعلق في البحرين من جهة، ما يتعلق في سوريا من جهة، ما يتعلق في مصر من جهة. فكل هذه هي يعني تعتبر يعني الآن روسيا وإيران هي كيان واحد يشتغل في السعودية. تبرز روسيا في مكان بروز أقل، تبرز في مكان بروز أكثر، لكن في المحصلة الواحدة هو صراع عام يتعلق في كل تشكلات الواقع السياسي الجديد في منطقة الشرق الأوسط. ايش رايك دكتور؟ يعني بالفعل الوضع في اليمن بهذا التحولات الدراماتيكية إنجاز التعبير يعني يشكل تهديد للمنطقة إجمالا ويمكن للمملكة العربية السعودية. اليمن يعني موضوع معقد جدا. يقال أنه في البداية لم تكن هناك ممانعة أنه الحوثيين يضربون القاعدة يعني. وكان هناك يعني أمريكا تعتبر أنه ضرب القاعدة أولوية على يعني على الخطر اللي يمكن على تطويق الحوثيين. هم يعتقدون أنهم عموما هناك إشكال أساسي فيما يتعلق اللي مسبب الفوضى اللي موجودة في المنطقة.
هي غموض التوجه الأمريكي. الأمريكان يعتمدون سياسة الغموض اللي يستفيدون منها البناء بالنسبة لهم هم. وأنا أعرف أنه من العام 2000 حتى الآن ودول الخليج تحاول تأخذ من أمريكا موقف محدد من موقفها من إيران، ولم يظهر أي تصريح. من ناحية أخرى هم يعتبرون إيران خطر، ومن ناحية ثانية هم يتفاوضون معها ويمنعون حتى يعني إسرائيل من التصريح ضدها. طبعا فيما يتعلق بالدب الروسي، أنا أعتقد أن الدب الروسي ينكمش وليس يتمدد، لأن روسيا الآن في وضع لا تحسد عليه. أول شيء أنه ظهرت لها مشكلة في أوكرانيا وعملية انسلاخ كريميا، منها أيضا محاولة أنها تنسلخ، وهي مناطق هذه عموما كلها سكان روس. الأمر الآخر هو أنه ما عد أصبح لدى روسيا ورقة ضغط على أوروبا، الآن الموقف الأوروبي والأمريكي متوحد ضدها، لأنه انخفاض النفط العالمي جعل الغرب وجعل أوروبا أقل عرضة للمساومات الروسية فيما يتعلق بالغاز. بدأت روسيا الآن تحاول الضغط من هنا وهناك على المنطقة، محاولة يعني مبادلة المواقف فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق باليمن، وربما أيضا كلها على أساس موضوع أوكرانيا. طبعا يجب علينا نحن العرب صراحة في وضع ما نحسد عليه أن نتعلم من الأمريكان والأوروبيين كيفية توحدهم في مواقفهم. عندما يتخذون مواقف يأخذون دائما بمصلحة الأغلبية، لا يقفون عند المصالح الصغيرة ويختلفون. ولذلك الموقف الأمريكي الأوروبي الآن هو الذي يسير العالم. ممتاز. طيب كيف عقل تشوف بالفعل الموقف أو تقرأ الموقف الأمريكي والدولي مما يحدث في اليمن بعيدا عن روسيا؟ يعني أنا لا أزال أعتقد بأنه الكل يتآمر، واللعبة لا تزال. لا تزال قائمة. وصولا إلى إيش المؤامرة؟ ما هي أنا لا أزال أعتقد بأنه هناك مشروع فصل الجنوب. أعتقد أنه يعني ضمن الخطة. أعتقد فصل جنوب اليمن عن شماله. أعتقد أنه في قوة الآن، الحوثيين يعني في كلام كثير على أنه مش شخصية علي عبد الله صالح، لكن قوة تابعة لعلي عبد الله صالح، أن يعودون إلى السلطة عبر الحوثيين يتقاسمون السلطة معهم. هناك يعني مسائل كثيرة مهمة تحدث على الأرض، لكن ما في تفسير بما فيهم أهل اليمن. يعني عادة أنت تشوف المحللين ما عندهم، ما يعطونك يعني برنامج دارين وش بيصير. صحيح. يتحدثون مثل الآخرين، وبالتالي السرية فيما في داخل الصراعات تجعل الناس لا يعرفون إلى أين ما يحدث من الحوثيين. يشعرك بأنهم هذول لا يمكن أن يحكمون اليمن. يعني اليوم المعلومات تقول أن هادي ذهب إلى عدن. صحيح. ترك، وهناك يعني مجموعات دخلت إلى بيته وسرقته. يعني بس هذا طبيعي يبدو بعد الضغط الخليجي. هذا لا غض النظر عشان ينحاش. هذا لا يحدث. أنا أعتقد موضوع روسيا وموقفها في اليمن هو المفاصلات الدولية، مثل ما تحدث الأستاذ. يعني صراع دولي من لقى مكان فيه يدفع بضغطه هو سيحاول. الإيرانيين طبعا فعالين في اليمن، وبالتالي خط موسكو إلى اليمن سهل جدا. أيضا لا تنسى باختصار، من أقدم الدول وأكثرها التصاقا بالقضية اليمنية وبالشعب اليمني وبالحكومات اليمنية الاتحاد السوفيتي. صحيح. أيام الاتحاد السوفيتي. وبالتالي مش غريب أيام الجمهورية. طيب. صحيح. عبد الله، إيش رأيك يتسرب هذه الأيام تقارير استخباراتية أحيانا، تحليلات سياسية، يعني إلى حد ما عن أنه في تحول في الشرق الأوسط، تغيير في الخريطة، هل تتوقع أن هذا صحيح سيحدث؟ محاولة تقسيم يعني الدول وإضعافها. طيب السؤال، ما الفائدة من تقسيم هذه الدول؟ يعني هذا سؤال جوهري. يعني في وجهة نظري يعني ماذا ستستفيد؟ يمكن السيطرة عليها. يعني ماذا هي مسيطرة عليها من يعني سيطرة عليها. السيطرة منتهي من أمرها. طيب. يعني ماذا سنستفيد من انفصال اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي على سبيل المثال؟ يعني لا أنا ما أحكي عن هذه. أنا بشكل عام أتكلم عن حتى إعادة خارطة الشرق الأوسط من جديد. يعني أنا أعتقد أن إعادة الخارطة في خطر أكبر على الدول الغربية. يمكن تقسيم طائفي مثلا سيتم وفق
يعني في حكي عن انه مثلا مصر يمكن ان تقسم الى دولتين قبطية واسلامية. انا اعتقد مصر طوال التاريخ لم تتقسم يعني ايه؟ في التاريخ كله لم يكن هناك تقسيم مصري. انا اعتقد لو حصل في تقسيم لمصر ممكن يكون المسألة اخطر على الدول الغربية او حتى على اسرائيل. خلني اكمل في المسألة هذه ايضا. وجود روسيا، انت لو شفت بنظرة واسعة على خارطة العالم إيه؟ ستجد أن هناك الآن قطبين موجودين يعني روسيا وأمريكا إيه؟ فبالتالي هي عملية موازنة وجود. عندما توجد أمريكا في اليمن توجد روسيا في المقابل بشكل مضاد إيه؟ لو كان الوضع في شمال فيتنام لحصل الأمر، في جنوب الفلبين لحصل الأمر بالضبط يعني إيه؟ بهذه البساطة. لكن هناك مسألة في منتهى الأهمية إيه؟ روسيا الآن تعمل مع حلفائها داخل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. نعم. نحن نريد أمريكا أن تعمل مع حلفائها، لكل حلف ثمنه. إيه؟ لكل حلف ثمنه. فماذا تتوقع أنت غايب هذا عن أمريكا عشان تطلب عبد الله عتيبي؟ غايب عنا إحنا. المفروض نكون هناك ضغوط في مثل هذه المسألة تماماً. نريد أن يكون لنا ضغوط في مسألة العلاقة سعوديين أو خليجيين وحلفاء لأمريكا. إيه؟ نحن حلفاء لأمريكا. إيه؟ هذه مسألة منتهية منها. يجب أن يكون لنا ضغوطنا في مسألة إيران، ضغوطنا في مسألة اليمن بالنسبة لأمريكا. إيه؟ الحلفاء روسيا يكسبون في المنطقة، نريد أيضا حلفاء أمريكا أن تكسب من واقع الضغط الأمريكي لمساعدة حلفائها. ما أقدر والله. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم وإلى موضوعنا التالي. لم تعد عمليات النصب السريعة والخفيفة مغرية كما يبدو، إذ بات من الواضح رفع سلم هذه العمليات لدرجة أعلى، إذ سجل خلال فترة وجيزة قيام مستثمر بتأسيس شركة وهمية ونصب مبلغ 400 مليون ريال ليفر بعدها إلى دبي، فيما آخر نفذ عملية بذات المبلغ من خلال الاستثمار في عدد من المشاريع ومنها مترو الرياض، لكنه فضل تسليم نفسه، وسبقته معلمة استولت على مبلغ يفوق 2.5 مليون ريال من خلال تزوير تواقيع زميلاتها لشراء أجهزة كهربائية. هذه الأمثلة كثيرة في هذا الجانب على حال. آخر أيضا ما قرأته اليوم أنه في تاجر سعودي في جدة نصب عليه واحد يمني ب500 مليون. تخيل 500 مليون. طبعا من حسن الحظ أنه تم القبض على هذا اليمني قبل أن يغادر. إيش الحكاية؟ أرقام فلكية فيها يعني. هي فيها اختلاف في طبيعة الاحتيال. الأول احتيال بإنشاء شركة وهمية، والثاني احتيال عن طريق تزييف التواقيع اللي هي المرأة اللي عملت يعني هناك. ولكن يعني الموضوع هذا قد يكون موجود من الأول، ولكن الآن سلطت الأضواء عليه، لأنك أنت تسمع عن قضايا الاحتيالات هذه أحيانا من التواصل الاجتماعي قبل ما تسمع من الصحافة. في أيضا شخص سبق أنه احتال وأخذ هيئة رجل دين وأخذ ثم خرج بصورة بهيئة أخرى في الخارج صحيح وكذا، ولا ما زال في الخارج على فكرة يعني. إيه؟ طبعا حلق ها؟ نعم حلق أي نعم. واتخذ أسلوب حياة جدا مختلف يعني. مغاير إيه؟ جدا مغاير إيه؟ شوف، هي لا يمكن القضاء على الاحتيال، هذا جزء من طبيعة المجتمعات اللي مثل مجتمعنا الآن. فيها يعني عموما اللي ينضحك عليهم دائما إما ناس بسطاء أو أموال ورثة أو شيء من القبيل. فأنا أعتقد أنه نحن لا نقوم بتوعية يعني. عندما يحصل أمر مثل هذا أنت ما تسمع منه الشخص، ما تعرف منه، يقال رجل إكس من الناس، ولا تنشر القضية بتفاصيلها، ولا أيضا يعني يحاول الناس أن يعني يوعون الناس بالموضوع هذا. القضايا هذه يجب أن يسلط عليها الضوء، مهم للمجرد الإثارة يعني، ولكن حتى يتعظ العامة يعني من المواضيع هذه ولا يلقون بأموالهم. ممتاز. عقل معقول يعني. أنا ماني مستوعب أنه رجل أعمال يصل يعني إلى مدارج المئات الملايين ثم ينصب عليه، يعني ما هي منطقية. واحد سوى هذا الكم كيف يلعب عليه ب500 مليون؟ ما يعني فسر هذه. أنا هذه طبعا ما أعرفها، بس أنا أعرف موضوع النصب إيه؟ يعني والاحتيال، لكن أنا ما شفت بلد
احنا هذه يعني القصه من فهمت سؤالي ممكن يلعب علي انا ولا على عبد الله العتيبي بس على ناس يعني لا لا بس انا اقول لك هذا الموضوع من عام 70 اي وهو موجود بنفس الطريقه واحد يعطونها الناس فلوس كاش ويعطيهم ايصالات وكل شهر يجي يعطيهم 20% هذه تبكل يعني من هذه صحيح من 45 سنه زين انا اعتقد انه اول شيء يعني الفكرة أنه يجري التعامل مع قضية النصب والاحتيال كخلافات تجارية تقصد يجب أن تكون أي. نصب واحتيال جريمة وليست خلافات تجارية تحال الآن وتبدأ يجري التدقيق في الأوراق ومن اللي أخذ ومن اللي كم أخذ منهم وكم أخذ فأنا أعتقد أنه يجب أيضا تشكيل جهاز الآن جهاز لمكافحة الاحتيال لأنه الاحتيال الآن شخصي الحين لما تروح للأقسام الشرطة يقول لك مليان محتالين عندنا طيب مليان محتالين فكوا الناس هذولا مرض هذولا بلا لو سمحت في أمريكا واحد احتال بمئات المليارات قبل كم سنة بس يا في الاستثمار يا أدريس موضوع أن الناس الحين هو يوم الأهلي قالوا أنه هذا ربا وأنه مشكلة طيب هذولا اللي 50-6000 شخص هذا الأخير أقول 400 مليون كلهم يجون ويعطيهم إيصالات كله على افتراض أنه ربا وين مجتمعنا هاللي قالوا قبل يوم الأهلي يقول هلا شوف عبد الله ما يسوي ربا إيش رأيك إيش أفضل السبل بالفعل للتصدي لمثل هذه الظواهر مثل هذا النصب شغلتين بس قبل ما أقول شغلتين أنا أقول الناس عندها فلوس يعني في البلد ما شاء الله الحمد لله يعني هذا واضح أن البلد برضو أن الثروة موجودة بين بالدين الناس صحيح إيه اللي يحطون فلوسهم بهذا الشكل أنا أعتقد أنه شغلتين الشغلة الأولى تفضل فيها الدكتور أنه حكاية توعية يجب أن يكون هناك توعية في هذا الأمر حصلت مثل هذه القضية يجب أن يكون قنواتنا الإخبارية كل نص ساعة ترجع القضية في المحكمة وبالاسم والأوراق وكيف تمت وكذا عشان يحمون الآخرين هذه واحدة الشغلة الثانية أن 6000 شخص هذول يجب أن يعاقبوا كذلك غير خسارتهم أنت كيف تحط فلوسك في مكان أنت مش عارف هو رايح مخدرات هو رايح رهاب هو رايح غسيل أموال يجب أن تطلع على الأوراق كاملة ويجب أن تأتي بمحاميك ليطلع على الأوراق إذن ويعطيك الإذن الأخضر تساهم أو لا تساهم ممتاز نقطتين طيب. مهمتين في هالجانب يجب أن تؤخذ في الاعتبار ممتاز. جهاز متخصص لحظة بس جهاز افترض أنه موجود في الدولة يعني هذا اللي قالوا يا شيخ بدر عبد الله معقول يعني منطقي وذا بالفعل لكن يعني في ناس قاعدين يشوفون عقود وأوراق يعني رسمية لكنها مزورة هو إشكالية في العقل الاجتماعي عموما في الغالب الناس تحب الربح السريع وهذا هو اللي يغري أن تدفع فلوس كثير يعني الربح السريع اللي يجعل وبدون جهد وهذا يعني جعل الذين يتحايلون بالطريقة هذه يعرفون كيف يغزون الناس في قضية تلبيس الطواقي هذه يعني هو عنده فلوس بالبنك ويعطي أرباح سريعة فيبدون الناس يتسامعون بالقضية هذه ثم يبدون يعطونهم فلوسهم في القضية هذه. الشيء الثاني أنه عدم ثقة في مجال الاستثمار يعني يقول أنا بدل ما أروح أنا وأدفعها فلوس هذه وأبدأ في مسألة الإجراءات البيروقراطية ثم أبدأ ثم آخر شيء أخسر أعطيها واحد ممكن ناجح يعطيني فلوس وأنا مرتاح صحيح وهذا الجانب الثاني عدم الثقة في الأشخاص يعني ما هي معيار أنك تعطي أحد فلوس يستثمر لك يعني حتى الناس في قضية توظيف الأموال الآن اللي هو ممنوع أصلا يعني نظاما ما يعرفون إيش معنى توظيف الأموال صحيح. ومتى تعطي مالك لجهة معينة هل هي رسمية ولا ما هي رسمية فالجانب التثقيفي هذا مهم فاصل ثم نعود إليك موضوعنا الأخير هو الجولة فإلى التقرير حسناً دعونا نتحدث بإنصاف ونقول بكل صراحة إن جهود خفض معدلات البطالة في السعودية فشلت على رغم كل ما تدعيه وزارة العمل وأن المرحلة تتطلب تغييراً شاملاً لبرامج الوزارة التي كانت تدعي تقليص أعداد الوافدين وتخفيض نسبة البطالة لكن الأرقام تقول إن البطالة ارتفعت نسبتها لتصل إلى 11.7% لعام 2014 فيما أعداد الوافدين ارتفعت إلى 11 مليون وافد
لا شك أنها خطوة تحمل الكثير من المعاني للطلبة أن يشاركوا في تصميم شعار لمؤسسة يقضون فيها أعواماً طويلة. هكذا بدا المشهد بعدما دعا وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل جميع طلاب التعليم العام والجامعي والدارسين بالخارج إلى المشاركة في مسابقة تصميم شعار وزارة التعليم مقابل جوائز مشجعة. أستاذ عقل، إيش رأيك يعني في موضوع وزارة العمل 11 مليون وافد، زيادة في نسبة البطالة، هل أنت مع ما ورد في التقرير؟ أكثر في بعد بطالة يعني مقنعة. الآن الوزارة سوت نطاقات وأجبرت الناس يوظفون يعني يدفعون الرواتب لناس لا يعملون. إيه؟ هذولا بعد سنوات من استلام راتب وهو نايم. إيه؟ لا يمكن يصير يقدر يشتغل، يعني هي طبيعة البشر، يعني كأنها ضمان اجتماعي ولا يعني لا؟ مثل ساند مدري وش. إيه إيه إيه. فالآن يعني الآن يدفعون 3000 ريال. إيه؟ الشركات اللي في حماية الأجور يدفعون 3000 ريال. تخيل أنك أنت تدفع لواحد 3000 ريال وهو نايم في بيته. إيه؟ هذا كيف ممكن يشتغل يعني؟ ممتاز. يستحيل. إذا الفكرة اللي يقول أنه تغيير كل البرنامج، لأنه مش صحيح اللي صار، مش صحيح. أنت مع اللي حصل؟ إيش وجهة نظرك؟ أنا أقول النطاقات غير جيد في المشاريع الصغيرة في الشركات الصغيرة، لكنه جيد في الشركات الكبيرة. طيب يعني هم ليش ما راحوا للشركات الكبيرة؟ هم الآن في الشركات الكبيرة والصغيرة. كويس. يعني شركة مثل سابك ولا أرامكو ولا الكهرباء ولا كذا، ما راح تجيب ناس وتعينهم بحيث أنهم لا يعملون وتعطيهم 3000 أو 4000، هذا من تيمينة. لكن الشركات الصغيرة اللي 5-6 أشخاص 7 أشخاص، هؤلاء هم اللي بعينون. أنا يعني أعتقد أن حل هذه فقط فصل، يعني هناك برنامج نطاقات يعمل من جديد للمشاريع الصغيرة، لكن نطاقات مثل ما هو موجود يظل الكبيرة. هذه نقطة. مثل الأخرى، لماذا فقط دائما البطالة نرمي بها على مسألة وزارة العمل؟ هناك الخدمة المدنية أيضا، يجب أن يكون هناك لجنة مشكلة ما بين هالوزارتين للعمل على المسألة هذه. الأرقام الشهرية أيضا للتوظيف هذه مهمة جدا لا نسمعها الحين. خلاص أبشوف الموضوع الشعار وزارة التعليم. والله أنا أتمنى ألا تشغل الوزارة نفسها بالأمور الشكلية هذه التي ستفضي في نهاية الأمر إلى مصاريف إضافية لتغيير الكتب والمطبوعات. الشعار كان شعار للتعليم، فلماذا لا يبقى شعار للتعليم؟ ثم لماذا اللجوء للطلاب والتلاميذ مع أنه الوزارة الجديدة هذا لمحاولة إشراكهم الوزارة، يعني دمجهم في الوزارة الجديدة أيضا لها في التعليم العالي، يعني والتعليم العالي فيها أساتذة تصميم وفيها أساتذة شعارات وفيها أساتذة يعني ناس مختصين في الموضوع. يمكن هذا ما حيكلف كثير. أنا أعتقد أنه عندما تتضح الرؤية وعندما ترسم الخطط للتعليم الجديد وندخل في إصلاحات جذرية لنظام التعليم، عندئذ نتكلم في شعارات وغيرها. يعني تعليقك الشيخ بدر؟ أنا أتوقع أنه هم سيغيرون الشعار، يعني أيا كان. وتكلفة تغيير الشعار نفسه كلوغو أقل بكثير من تغيير المطبوعات القديمة، يعني نعم. في الأوراق الرسمية والمراسلات والظروف والكتب واللوحات وكل شيء في القضية هذه. فأنا أتوقع أنه جيد يعني أنك تبي تحفز الطلاب وأنهم يشعرون بنوع من المشاركة أنهم يسمون من الشعار. أي. لكن أتوقع أنه الآن أصبحت هناك مفاهيم حديثة في البراند نيم، في الهوية. أي. تحتاج دور خبرة، يعني ما تحتاج إلى طلاب صغار في القضية يمكن هذه. بس الفكرة مبدئية وبعدين يتم بلورتها. ما يمكن لأنها مرتبطة هي. أي. أصلا هي مرتبطة الهوية مع اللوجو بشكل وثيق، يعني ما تقدر تأخذ لوجو ثم تعطيه واحد يقول سوي لي هوية في القضية. يمكن هذه قضية غايبة. الجانب الثاني، حتى نتلافى زيادة المصاريف في القضية هذه، نتوقع أعتقد أنه ضروري أنه أي مطبوعة ممكن أن تستثمر حتى تنتهي في الشعار القديم ما نتلفها، يعني في الأوراق المراسلات، في الظروف والأشياء هذه، لأن هذه بيوفر علينا مبالغ. إحنا بحاجة الآن، بدأنا إحنا يعني نشعر بضعف. غير وزارة التربية والتعليم في الشعار إلى وزارة التعليم وننتهى. تبي تعيد المطبوعات من جديد يعني. على حال بقي لي أن أشكر ضيوف الكرام الأستاذ عقل الباهلي والدكتور محمد العبد اللطيف، الأستاذ عبد الله ناصر العتيبي والشيخ بدر العامر. الشكر موصول إليكم. نراكم في الأسبوع القادم بخير. السلام عليكم.